السلام عليكم. هذا الفيديو تبع الجلسة راح نبلش فيها إن شاء الله بالماس، أدوات الماس بشكل عام، نتعرف عليهم ونشوف شو المشاريع اللي ممكن نعملها أو نماذج عن المشاريع اللي ممكن نعملها بهاي الأدوات. بداية الماس فينا نشتغلها ببيئة فاميلي نظامية، إنه هي كملف فاميلي، وبعدين نصدرها للمشروع. وفينا مثل الموديل إن بليس على سبيل المثال، مثل ما كان فينا نعملها موديل امبليس عادي، يعني نحن من خلال هذا السهم نختار موديل امبليس، وفينا نعملها بملف فاميلي. كمان الماس نحن فينا نعملها هون، نقول له امبليس ماس، نشتغلها ماس هون بهذا المشروع، بملف المشروع. ممكن نشتغلها بملف فاميلي لحال كماس، بعدين تصدرها للمشروع. راح نتعرف على الادوات اول شيء، اذا اشتغلناها بقلب مشروع عادي، وما اشتغلناها بفاميلي بعدين صدرناها. بالبداية بنلاقي من الماسنج اند سايت موجودة عنا قائمة الماس اللي هي هاي، وهاي أوامر التلبيس أو إكساء الماس بعد ما نكون عملناها. فبالبداية بنلاقي هذا الزر، هذا الزر مشان يعطيني خيارات رؤية الماس إذا بدي أشوفها أو ما بدي أشوفها. من هون إذا كبست على هذا الأمر بصير ما عم تشوف الماس، حسب كمان الـ VV إذا كبستها، حسب كمان الأوامر معمولة هون إذا بدي أشوف الماس أو لا. هون بليس ماس إنه إذا بدي صدر أجيب ماس استوردها من برا موجودة مثلا. إذا فتنا لهون على مجلد الماس، لاحظ في عنا أشكال عدة للماس. نحسن نستخدم إذا حبينا نصدر شيء نجيبها لهون، استورد عفوا نجيبها، نحسن نجيبها كمان. وفي عنا هدول الأوامر رح نشوفهم هلا بعد ما نعمل مجسم ماوس. إذا بدنا نعمل الماوس بقلب مشروع نكبس على هذا الأمر انبليس ماوس، بيسألني على اسمه، بقول له الاسم اللي بيناسبني، بقول له أوكي. فلا هو عمليا فتح لي البيئة تبعت الماوس، فتح الأوامر تبعتها كأنه واقف ملف فاميلي عادي. بنلاحظ بالنسبة للماوس بيشبه فيه ملف فاميلي، فيه هاي الأداة نفسها تبعت الخيارات، في هون التايب مثلا التايب ما مفعلي، إذا بدي أعمل كومبوننت، إذا بدي أعمل هدول العلامات كمان، في سيت، في شو فيور، في عنا هون الموديل والرفرنس والبلان، أوامر الرسم العادية في هاي النقطة. طيب نحن أخذنا بعض الأوامر عن الماس بالمحور الأخير، راح يكون هذا الدرس يعني تقريبا مشابه للمحور هذاك أو للفقرة هذيك، لكن بتفصيل أكثر شوي. نحن نحسن نشتغل بأوامر الماس الموجودة هون نفس أوامر الفاميلي. يعني مثلا في عنا كان فاميلي اكستروجن نحسن نحن نعملها هون، في عنا ريفولف نحسن نعملها، في عنا سويت، في عنا سويت بلند سويت، في عنا البلند. فكان في اكثر من امر بالفاميلي، بادوات الفاميلي. هلا نفسه موجودات هون بالماوس واكثر شوي، بس بدهم يعملوا بشكل مثل خلينا نسميه افتراضي. يعني ما انا بختار الامر من هون مثلا كريت، اذا كبست على كريت ما بلاقي فيه الاوامر اللي كانت موجوده، لكن هو افتراضي بصير بياخذهم هيك. فعلى سبيل المثال اخذت مثلا هذا الامر، حددت انا وين واقف بدي ارسم. انا فينا اختار هذا انه draw on face، نرسم على سطح، فينا اختار هذا انه ارسم على مستوى، انا راح اقول لك علاي. فهون بحدد انا المستوى اللي بدي ارسم فيه، مثلا هو الليفل 1، فينا احط ست اذا حبيت انا اختار مستوى كمان، وفينا اقول له نوع موديل، وفينا نقول نوع ريفرنس. مع الوقت ان شاء الله بنشوف هدول شو الفرق بين الموديل وبين يكون ريفرنس. هني نفس الاوامر بتضل موجوده، ففي عده فروقات بيناتهم. فنحن رح نختار هلا هذا الامر او هاد، نجي نرسم هذا الخط. فلهذا الخط صار مثل نفترض نطبق هلا امر اكستروجن مثلا. هنيك كان امر اكستروجن مثلا مشترط انه يكون مغلق. هلا انا هون ما عاد مضطر يكون امر اكستروجن مغلق، اذا رحت وقفت ب 3D فينا امسك هذا الخط اللي رسمته ونفذ عليه امر كرييت. فبلاحظ انه صار عندي مجسم عمل له اكسترود لهذا الخط، اذا عملنا شيدد او كونسيست كراب ممكن يكون اضبط. فبلاحظ انه هلا صار نحن عندنا هذا الجسم، فبمجرد انه قلنا له الامر كان موجود هون هو عادي، عملت كاترول زد تراجع، مسكنا هذا الخط اللي رسمناه قلنا له كرييت فورم، فهو فورا
اخذوا انه عمل له اكسترود. طيب هلا انا فيني امسك هذا الخط مره ثانيه ارجع له كرييت، فبرد هلا هو يعمل له اكسترودجن مره ثانيه، لكن صار في خط، صار في مثل انه خطين فوق بعض. يعني مثلا انا اذا رجعت حذفت مثلا وقربت هذا لهون هيك، عملت له كرييت فورم، فبلاحظ كيف طلع عندي الخط الثاني هاد. كمان فيني امسك هذا الخط الفوقاني وقول له كرييت، بس كمان عم يجي هلا فوق ومثل ثواني، فبعمل كاترول زد ممكن اجيبه حتى شيل القفل واقف بالتوب مثلا، حركه لهون شوي او بالعكس ممكن حركه لثاني جهه، ممكن نزله شوي لتحت قربه لهون، ورد له كرييت مره ثالثه، فبلاقي انه صار عندي هذا هو. كمان ممكن امسكه شيل القفل واقف التوب مثلا، اختار انه انا وين بدي اصير، ممكن هون تطلع عندي هاي، ممكن اوقف الفرونت بيجي ارفع لفوق، بحيث صار عندي مثل هلا هذا الشكل. عبارة عن انا كنت عم بعمل اكسترودات لللاينات. مثلا انا هلا ممكن امسك هذا الوجه، هذا الوجه اللي هون ممكن امسكه كمان واعمل له كرييت فورم. هون قال لي انه مرتبط معه، فما فينه يعملوا له هذا اكسترود لانه في هون صاير مثل ارتباط، لكن لو كان ما في ارتباط يعني ما كان في شيء مختلف او شيء ممكن كان يرضى يعمله. طيب مثلا اذا مسكت هذا الضلع كمان لاحظ انه طالع عليه حرف له، ممكن امسك هذا مزحه لهون. طيب عم يطلعنا احنا هاي اشارة التحكم او اشارة الاسهم، انا اذا كبست مسطرة فبصير بحول بين انه يكون الاشارات ماشي مع الوجه، يعني الاسهم تكون عمودية وموازية للوجه او للضلع اللي انا ماسكه، واذا كبست مسطرة بصير الخيارات الموجودة هي خاصة بمحور الاحداث الاصلي تبع الريفيت، يعني ما دخل للوجه، بصير تشتغل على المحور النظامي انه هيك الارتفاع وهيك الاكس وهيك الواي حسب الريفيت والبرنامج شو هو. وهذا بالنسبة لمثلا كيف عملنا امر اكستروجن بالنسبة للاين. اما بالايديت فاميلي او بالفاميلي كنا نضطر يكون مغلق مثلا عشان احسن نعمل له اكستروجن. هلا اذا رجعت وقفت بالليفل 1 ومثلا طبقنا امر اكستروجن على مربع نظامي مثل هذا اللي هيك راح ارسمه، قول له كرييت وروح نشوفه ب 3D، لاحظ انه هذا هو عندي. كمان انا بحسن امسك الوجوه تبعته حركها هيك حركها هيك، يعني الى حد ما بيشبه ال بيشبه الموديل ان بليس او الفاميلي. الفرق بس انه انا هون صار عندي تحكم بالنقاط، صار عندي تحكم بالاضلاع بشكل اكبر، ما عاد اضطر مثلا اقلب على الايد سكتش او مقيد بشيء معين، فصار في عندي يعني حريه باستخدام النقط اكثر من توني. يعني كل كبسه تاب طبعا بتخليني امسك شغله، اذا مثلا وقفت هون كبست تاب فمره بمسك الجسم كله، مره بمسك هذا السطح، مره الخط، مره هذا السطح، وهكذا. بحسن كمان امسك عده اشياء، فنحن كمان صار في عندنا حريه استخدام او حريه تحكم اكثر بالاجسام بالماس. لاحظ هلا كيف صار عندي هون مثلا هذا الشكل قديش بحسن اتحكم فيه. فينا مثلا نحن هلا هون إذا حبينا مثلا نضيف يعني احراف زيادة أو شيء، ممكن نقول له هذا الخيار اللي هو add edge قرب لهون، فبصير بيلقط إنه هلا هون صار في عنده هو وجه زيادة. ممكن نحن مثلا نعمل شوف إذا بيرضى يعمل وجه هيك أو وجه هيك مثلا، فحسب كمان نحن بحسن نضيف بهذيك الأداة، بحسن نضيف أضلاع، تصير هاي الأضلاع كمان بحسن نتحكم فيها. راح اللي كنت ماسكه، انا بدي امسك الضلع هي هاي تمام، فنحن كمان يعني نتحكم فيهم مثل ما بدنا، نضيف اضلاع او نضيف نقاط او النقاط الموجودة يعني كمان نحسن نتحكم فيها الطريقة اللي نكون احنا حابين تصير. فينا نعمل اكس راي، اكس راي بصير بشوف فيها النقط، بشوف فيها المسار الاصلي تبع الجسم، ممكن اتحكم بالنقط بشكل اكبر.
هاي كمان عدد خيارات عشان نحسن احنا نتحكم بالجسم. هلا عملنا امر اكستروجن عادي، راح نشوف مثلا كيف هو كمان بيعمل امر سويب. اذا وقفت بالليفل 1 رجعت كمان وعملت مسار، ممكن يكون ما ضروري هيك المسار، ممكن يكون مسار عادي يعني مستقيم. ممكن يكون مسار منحنى. إذا حبينا راح تشوفوا بال 3D. هلا مثلا احنا حبينا نحط على هاي المسارات، حبينا نحط عليها يعني مثل نعمل امر سويب، فيكون في عليها مقاطع عشان نرسم فيها المقاطع ونوصل بيناتهم من خلال هذا السويب. ففي عنا هاي النقطة اللي هي هون، هاي النقطة نحسن نحن نكبس عليها، يعني ممكن نختار هذا الأمر أو هذا الأمر حسب، وأحسن ألقط الأجسام أو شيء بحيث هاي النقطة تقعد علي. ممكن إذا فعلت هذا أنا تصير نقطة تاخذه مباشرة تمشي علي، أما إذا مفعلهم ما راح تاخذه، فنحن راح نضغط على هذا مشان يصير يلقط الوجه. ممكن نحط هون مقطع مثلا، نحط هون مقطع، نقرب نحط هون مقطع، نحط هون. فلا هيك حطينا اربع مقاطع. فبدي اجي ارسم اربع محلات نعمل فيها مقاطع يعني. فاجي بدي اجي ارسم هون مثلا اكبس سيت واكبس تاب مشان اختار المقطع اللي بدي ارسم فيه. فاخذت هاد الوجه وبلشت ارسم مثلا مربع، ممكن اقول له فيوار مشان اشوفه للمربع بشكل واضح يعني. هلا هاي النقطة ملاحظ انه اذا حركناها فعم يتحرك مع المربع اللي رسمناه، لانه لما نحن عملنا ست اخذنا النقطه هاي، فصار هو المربع مرسوم بالنسبه لهي النقطه. اذا حركت على هالمسار بصير المربع بيتحرك مع النقطه مباشره. مثلا جيت ارسم بهاي النقطه، قلت له ست، كبست تاب لحتى اخترت المستوى اللي بدي ارسم فيه، وانا اخترت هذا هلا مثلا. اخذت مربع ثاني ممكن يكون هيك، جيت عملت ست مرة تانية، أخذت هاد كمان مباشرة صرت أرسم مربعات، كمان عملت ست، جيت رسمت بهاد مربع. مثلا هلا جيت كمان أنا مسكت هدول المربعات الثلاثة مع المسار اللي كنت عامله، قلت له كرييت. فبلاحظ هلا إنه هو وصل لي إياه هون بهذا الشكل، صار عندي هذا الشكل اللي هو واصل بين المربعات. هلا انا بحسن اغير المقاطع، مثلا اذا قربت ايدي لهون شوي بلاحظ انه سنت امسك المقطع، او اذا حبيت بكبس بقرب لهون بكبس على الجسم كله، ممكن اعمل له اكس راي فصير شوف النقط تبعيته، بحيث اذا حبيت اتحكم بهذا البروفايل اقول له ايديت بروفايل فبيعطيني اياه، بحسن خليه يصير اصغر او يكبر او حسب انا شو حابب اعمله، اقول له اشارة صح. فملاحظ انه تغير الشكل مباشرة بحيث يصير يعني حسب البروفايل اللي انا غيرته او حطيته جديد. اذا رحت اقفل الليفل 1 عملت مثلا مربع هيك، وقفت الليفل 2 عملت هذا المسدس، وقفت ال 3D بشوف هذول الاثنين، كنا له كرييت فبيوصل لي بيناتهم. طبعا نكون احنا عارفين النسب اللي عم نشتغل عليها، انا قديش اطوار قديش كذا، بحيث يكون شيء محسوب يطلع معنا انه شيء حسب شو هو المسقط، حسب شو هو الشغل، قديش ارتفاعات، كل هذا الحكي. كمان مثلا فينا احنا اذا وقفنا هون عملنا مسار مثل هذا مثلا، طبعا هيك رحت وقفت بال 3D، كمان قعد حطيت نقاط اللي هون مثلا هيك، وقلت له ست، اخترت هاد وجيت عملت هون قوس، مثلا بهالشكل. هذا كان الأول، جيت اخذت ست تاني مثلا حطيت هون،
طبعا هذا الثاني بدأت أخذ ست، أخذت هذا كان ثالث، جيت أخذت ست، أخذت هاد نفس الأمر، عملت قوس مثلا هيك، لا ما اتصلت بين هدول. لاحظ المتكون عندي هذا الشكل. احنا فينا نتحكم فيه مثل ما بدنا، ممكن نمسك هذا الحرف نحركه هيك شوي مثلا، حسب انا اذا بدي اغير مثلا بالمقطع، اغير امسك هذا المقطع لحاله ممكن اغيره، له اديت بروفايل فبيفتح لي اياه، بس له ممكن اكبره او عدل التعديل اللي انا بلاقيه مناسب يعني. بلاحظ انه عم يتغير معي كمان حسب المقاطع اللي عم نستخدمها. فنحن ممكن بهالطريقة نعمل اي امر بناسبنا يعني، اي امر حابينه. طيب مثلا رح اعمل انا هلا هون هيك، نشوف شو في لسه عندنا اوامر. هذا بالليفل 1 قديش مسافة من هون لهون، عند الواحد يحطه متر. شوف قديش من هون لهون، في تقريبا 37 متر. طيب راح اوقف الواجهة واطلع من الماس، راح اقول له فينش ماس، بحيث اني بعد شوي بحسن امسكها للماس، لانه ما راسم هلا غير قطع فيها. بس راح اعمل array اقول له بين طابع وطابع خليه 4 امتار ما هو حاطط، لا هاي النمبر راح احط هون اكتب 4، بس هون مشان نحط هون 4. سوف ناخذ لهاد راح اطلع الامر نرجع امسكه لو array ناخذ هون لهون 4 امتار، بعدين راح اقول له يعمل حشو طوابق، كان نختار اقل نحن حسب يعني، انا راح اخليه يصير ولا 8. راح امسك هذا واحسه، راح افك هاي الجروبات مع هون كمان، اقول له ان جروب، وراح اروح على فيو فلور بلان عرفه اليوم. فبلحظة لانه صارت عندي طوابق معرفة كلياتها، اذا وقفتهم بالواجهة بلاقي انه طوابق معرفة تمام. راح امسك الماس اللي كنت عاملها، بس عامل منها رسمة 2D بس اللي هي هاي، مسكت الماس انا طبعا طلعت منها، وبقول له انه edit in place، فلا فتح لي بيئة الماس رجع مرة تانية. انا طبعا رسمت هذا القطع، راح امسك هذا القطع واقول له family، راح اقول له copy west align select level، راح اختار الطابق 9 مباشرة، روح الطابق 9 الاقيه موجود عندي اختاره، ممكن اعمل rotate 90 درجة، نرجع على 3D، فصار عنا القطع هذا الفوقاني، القطع التحتاني. ممكن احنا نوقف الطابق التاسع نصغره مثلا، نعمله سكيل بحيث يصير هيك، او ممكن يكبر، ممكن يكبر يعني، او نعمل بالنص ممكن يصير هذا اكبر. لا هيك مثلا، واجي اعمل وصله، بعدين نضيف مقطع بالنص واقول له انه يظهر شوي. إذا وصلنا بين هاد وهاد وقلنا له كرييت، نلاحظ إنه طلع عنا هذا الشكل، يكون كبير شوي، نرجع نصغره. بالنسبة للارتفاع يعني تكون نسبة مانا كتير مقبولة، طبعا ما بكون مدروس ما بتصير معنا هاي الشغلات، بس نحن لأنه عم نشتغل بشكل غير مدروس عم نشتغل بسرعة كأمثلة فقط.
كريت، صار عندنا هلا هذا الشكل حاليا. هنشوف شو احسن نعمل احنا بهذا الشكل. مثلا راح احذف منه جزء من هون، نوقف الليفل 1 ونرسم مثل هيك مثل مدخل او شيء. نمسك هذا الجسم نقول له void form في 3D. لا هذا هو الجسم اللي عمله، يمكن انا احسن امسك void form اللي هو هاد. شوف ارتفاعه 3 امتار مثلا، عندي ارتفاع 6 او رفع من جهتين، يمكن اوقف اللفت وامسك كل هذا مثلا هيك، امسك بس هاد واللي موف. ممكن ننزل شوي تحت مشكلة. فمثلا هذا هو المدخل، ممكن هاي نحوش ندخله لجوا أكثر شوي بالشكل. ممكن هلا احنا ظهرنا انا لقيت البروفايل ليفل 9، طيب نرجع لهون نضغط بروفايل خدنا هون بعمل له هو الطابق التاسع نعمل له سكيل. نرجع نشوف مثلا السيدي تمام. طيب فمثلا هلا صارت عند الماسة هي جاهزة على سبيل المثال، ومثل ما شفنا نعمل الشكل اللي بدنا، يعني احنا ما في اي مشكلة. مثلا اخذنا هلا هاي ماله فينيش ماس، هلا هاي صارت ماس جاهزة. شو فينا نعمل بهاي الماس؟ مثلا اذا ضغطنا على الماس نحسن نقول له امر هون اسمه ماس فلورز. طبعا انتهيت انا على الاخر، يعني رجعت لاوامر عادية كبس اشارة صح وطلعت من الامر على الاخر، فلا صار هذا مجسم ماس. فنحن فينا نقول له ماس فلورز، بيقول شو هي الطوابق اللي بدك تعمل فيها ارضيات. ممكن اختار لعند من الاول عند التاسع، شيل الاول كمان، لا ممكن الاول يضل، بحيث من الاول للتاسع قلت له اوكي. فبلاحظ هلا انه هو انشا لي هاي الارضيات، هاي ارضيات طوابق. فممكن نحن هلا كمان نقول له بالاضافه لامر، فلا صارت عند هاي الارضيات هي عباره عن ماوس، يعني ما أنا أرضيات نظامية لسه. إذا مسكت وحدة منها مثلا ما بلاقي هون في عندي مقطع لأرضية أو شيء، فهي عبارة عن ماس كمان لساتها ماس. هلا مثلا فينا نحنا نروح يا هون نلاقي هدول الأوامر ثلاثة، أو نلاقي واحد منهم موجود هون واحد منهم موجود هون. بالروف كمان في واحد موجود، وبالفلور في واحد موجود، بس إني نفس الأوامر الموجودين هون. فإذا أخذنا مثلا إنه روف وكبست أنا على هاد فقلت له كريت روف، هلا هون صار في سقف. إذا قلت له مثلا floor أرضيات وحددت سماكة الأرضية اللي بدي إياها، مثلا بدي أرضية تكون سماكتها أقل من هيك مثلا 200 0.2 أوكي، حددت هدول الأرضيات قلت له create roof كمان طلعت من امر الروف. هلا كمان رحنا مثلا قلنا له كورتين سيستم، اخترنا هذا الجدار هذا تمام، حددت انه مسافة الشبكة ممكن نخليها 1.5 × 1.5 apply اوكي، قلت له create system. ولاحظ كمان انه انشا الشبكة تبعت الكورتين تبعت الجدار الخارجة. هون في لسه عنا وجوه ممكن نعملهم كورتين سيستم اللي هو هاد
هاد هاد في عندنا هذا الوجه الداخلي اللي كريت سيستم. طبعا ممكن احنا نقطع الشبكة هاي نحركها نشيل البين ونحركها بحيث اذا حبينا نحط هون ابواب او شيء. ممكن احنا كنا نفرغ مثلا هون نعمل تفريغ هيك بحيث يصير في الطوابق مفرغة شوي، نحط فيها فر اخضر او شيء، يعني بحيث نشكل اي شيء حابينه. بعدين بنصير نعمله الماسات مثل هيك، يعني على سبيل المثال انا رجعت للماس كمان مرة تانية، راح الغي الطوابق الموجودة، رجعت لهلا لبيئة الماس بس كاترول زد لحتى رجعت لبيئة الماس. راح اوقف مثلا بالطابق الثالث واعمل هيك مثل المربع هاد، طبعا هو رسمه الطابق الثالث، مسكو اعمل له كرييت فورم بحيث يكون فويد، حدد قديش مسافة الفويد اللي انا بدي اياها، ممكن اقول له مثلا 8 او 6 كمان حسب انا شو حابب، ما راح اخليها 6 بحيث يصير عندي هون في تفريغ ما انا شايفين هلا. احرد حط تفريغ تاني هون بالطابق السادس، هاي الجهة له void بشوف ال 3D لاي عندي هون، ممكن احنا نكبر مسافة التفريغ نعملها 5 مثلا، ممكن ورا نرجع لهذا شوي الشكل، لا ممكن نضيف نحن هسه واحد هون بهاي الجهة بالطابق الثامن أو السابع، نضيف هون ممكن دائرة مثلا، كمان نروح نقف 3D نمسك الدائرة هاي نقول له create void form، طبعا يسألني هون انه يقتطع ممكن نشوف نحن الفرق بين الحالتين، فواحدة عم يعتبرها كرة واحدة عم يعتبرها اسطواني، نحن نختار الاسطواني مع الكرة. كان نلاحظ انه كيف صار هون الشكل، ممكن نحن نحرك هذا لورا شوي بحيث يصير مثلا اقتطاع اغمق، لا بالشكل يعني بعتقد صار في عنا شوية حركة. ممكن هون نعمل شغل كمان، إذا وقفنا بالطابق الثالث أخذنا المربع مثلا وقف بالسايدي، ممكن نكبره شوي مسكون نقول create void، نحدد المسافة مثلا تكون 60 تمام، هذا الشكل صار فيه يعني تحفيرات تيجي إلى حد ما. يعني احنا ممكن نشكل التشكيل اللي بدنا اياه بالمجسم، نقول له فينيش ماس، هلا صارت هاي الماس. راح نرجع هلا نقول ماسنج اون سايت، نختار فلور ارضيات، بس قبل ما نختار فلور ما حطينا ان يكون فيها ارضيات، نحدد الماس ونقول له ماس فلور، ممكن احنا نرفع هاي شوي لفوق مثلا، اذا حبينا نعدل شيء ممكن نعدله كمان، نقول له ماس فلور، نحدد ارضيات اللي بدنا يصير فيها الطوابق. فهيك لو بكون حددنا الارضيات حتى بتكون هي ارضيات، يعني اذا في تفريغ او شيء بتنقطع تلقائيا لحالها منه، يعني تركب بالماس الأرضية تركب بقلب الماس بحيث حسب المنسوب المحطوط هون لما عملنا المناسيب، إذا في تفريغ تتفرغ فورا لحالها. هلا رح نعمل روف، ناخذ هذا الروف اللي كريت روف، بعدين رح نقول كورتين سيستم، اختار هذا السطح
هذا كمان له كرييت، ما عدلنا على الشبكة، عملناها انه تكون ونص. ممكن الداخلية تكون جدران عادية، ممكن اذا حبينا نعملهم زجاج عادي كمان ممكن. هاي مثلا المفروض تكون سقف، ممكن كلياتهم نعملهم زجاج، ممكن يكونوا مثلا غير شبكي. افتراض انه هون مثلا سقف ميزان او شيء، فما في ارضية، بحيث كلهم كمان ممكن نعملهم انه بدون ارضيات. كمان في عنا هون لما نختار الوجوه نكون متأكدين إنه عم نختار الوجه الصح، إذا كبسنا على شيء وجه بالغلط لازم نرجع نكبس عليه مرة تانية بس مشان يروح التحديد تبعه. هو لحاله عم يضيف، يعني أنا بدون ما أكبس كاترول لحاله بس بيضيف وجوه، فنحن نتأكد إنه عم نكبس على الوجوه الصح. وبس انتهينا من التحديد، نفسره انه كريت روف، يعني ممكن نضطر نكبس تاب مشان نختار الوجه الصح، ما نكون مغرطين بالوجه او شيء. فرضا اذا هيك نحنا خلصنا التحديد، حددنا اللي بدنا اياه هون، قلنا له ايديت مثلا دوبليكيت اوكي، واخذت ابعاد جديدة ممكن متر بمتر، قلت له اوكي، قلت له كرييت سيستم، ونلاحظ انه صار عنا نوعين كورتين سيستم، كورتين عريض او كبير، وفي عنا الصغيرة تقطيعات الصغيرة كمان اذا حبينا يكون فيها موليون. هلا هاي ما الى موليون، دون موليون كمان ممكن نحن نفوت على ايديت تايب نحدد انه يصير في الى جريد موليون واحد وجريد موليون اثنين. مثلا نختار هاي سكوير هون على سبيل المثال، ونختار هون مثلا نقول له ابلاي، فنلاحظ انه صار في موليون صغير. ممكن نحن نختار كمان الحجم اللي بدنا اياه للموليون. هلا بس حطينا الارضيات وحطينا الاكساءات، اذا كانت جدران عاديه او جدران زجاجيه، والاسقف والارضيات والطبقات وكل شيء، فينا نحدد نكبس تاب لحتى يختار الماس، او ممكن انا اختار هيك اعمل تحديد كامل وروح على الفلتر. طبعا بصير في تقل شوي هلا بسبب الكورتين هول الكتيري، وبحسن نروح على الفلتر بحيث اني احدد بس الماس والماس فلور كمان اوكي، قول له انه ضغط عليها باليمين، قول له هيد اليمنت. طبعا الارضيات نحنا نقول سيلكت بروفيوس، طيب فنحن ممكن نخفي حاليا بس الماس، نقول له هيد انفيو اليمنت، لانه الارضيات لسه ما عملناها هون، فراح نقول له فلور، اختار الارضيات اللي بدي اعملها، انه ارضيات نظامية، هدول هني، نقول له مثلا نختار هذا النوع، نقول له كرييت روف. هلا كمان صار فينا نختار الارضية الماس حصرا، نقول له هيد ان فيو كاتيجوري بحيث يخفي التصنيف تبع الارضية، ما خفى لسه هيد ان فيو. طيب اذا اعطينا سيلكت اول ما بيختار هيدا، طيب رح نختار الارضيات كلها،
هي الأرضية صايرة على الحرف تماما، هيك عم يكون في صعوبة شوي بالتحديد. أتأكد إنه هون أخذ الأرضية، بس نعمل فلتر، فهو أخذ كورتين سيستم معه. إحنا راح نخلي الماس فلور، نشيل الكورتين سيستم هون ونضغط عليه باليمين، نقول له هيد إن فيو إليمنت. فهلا خفى الماس، هون صار ما عاد في ماس أبدا. هيك بيكون صار عنا مثل إنه مشروع تقريبا فيه أرضيات، فيه الكورتين وول، في وايد فتحات ممكن نعمل فيها نحن مثلا أرضيات نظامية مانا كورتين وول، حسب نحن كمان شو حابين نشتغل، نعمل النموذج اللي بدنا اياه. طيب هلا إذا حبينا مثلا نعمل تراجع كاترول زد، بدنا هدول الأرضيات، أو لا بدون تراجع خليها لأنه هاي ما تابعة الأرضية، هاي تابعة للماس. راح اعمل انهيد ومسك الماس الموجودة واقول له انهيد element toggle. راح اختار هذول الاجسام، بدي احول هذول الازاز لارضيات. فمسكت الارضيات، مسكت هذا الجسم اللي انا عملته من شوي ازاز، راح امسك الماس معهم كمان، هاي الماس، واقول له انه ريزوليت element، بحيث تضل الماس ويضل الكورتين وولات. راح امسك الماس. هلا اي تغيير نحن نغيره بالماس، نحسن نعمل تحديث للكورتين وول. يعني مثلا اذا كبرت الاهم من هون شوي بقى في هاي صارت فعاله انه ابديت تو فيس، فبحسن اقول له ابديت تو فيس انه شوف الماس كيف صارت وصير انت مثلها. اذا غيرت بالماس مثلا راح اغير بالكورتين وول، فراح اقول له ايديت سيلكشن، راح ارجع اختار هذا مشان نشيلهم، راح ارجع اختار هذا كمان، وراح من فوق راح ارجع اختار هاد وهاد في شيء لسه هدول هني، راح اقول له كرييت سيستم، بحيث هلا هو صار الكورتين وول فيو بس هدول ما عدا الاجزاء التحتانية. الاجزاء التحتانية هبدي اعملها ارضيات، راح اقول له فلور واختار ارضية اخليها هيك سميكة مثلا، اخذ كرييت فلور، او هاي مانا ارضية نظامية ففلور ما يمشي الحال. راح ناخد امر روف، حتى اول ممكن كمان تزبط. راح ناخد هذا الروف سماكته 300 ماشي، وهاد هاد هاد كرييت روف تمام. هلا راح نقول هاي تصير هيد ان فيو اليمنت ونرجع ريزيت تمام. هاي 1 2 3 4 تمام ممتاز. طيب هلا مثلا احنا راح نحط هون اشخاص، هسه ملاحظ انه شوي فيها تكسير، اذا حبينا نروح هذا التكسير اكثر من هيك فنحن ممكن نزود عدد السيجمنتات في الشبكه. يعني الشبكه كعدد نزودها، هلا محطوطه هي على متر ونص هاي الشبكه اذا مسكناها، هي هاي قلنا له ايديت سيستم، لاحظ انه 3000 على متر ونص، ممكن احنا نعملهم كمان متر ونص متر ونص، ابلاي بحيث يزيد عدد الأضلاع الموجودة بالشبكة هاي، فبالتالي الكسرات رح تصير أخف من هيك. يعني هون في كسرات قوية والانحناء ما مبين كتير، فبحيث يصير مبين أكتر تمام. فهلأ زادت الأضلاع الموجودة، قلنا له ممكن نختار نحنا تقطيعات غير هاي كموليون، الموليون الحديد موجود هون، ممكن نختار له غير هيك احنا مثلا اذا حبينا، قلنا له اوكي تمام. هلا رح نعمل مثل اطار، ما اطار مثل هيك غلاف يكون مظلي مثلا عم تمر على هدول، بحيث تعمل شكل حوالي لهذا. راح نبلش بالمظلي من الليفل 1 عند هذا الحرف اللي هون، راح نخليه تمرق من فوق المدخل،
تلف هيك تطلع مثلا لحد هون، ممكن تلف فوق الغلاف وتنزل من هون مثلا فوق السقف وتنزل من هون. احنا ممكن نشكل التشكيلة اللي بدنا اياها فيها. فوقفنا بالليفل 1 واخذنا، ممكن نعملها ماس جديدة او تكون من نفس هاي الماس، ما بتفرق. كمان انا راح اعملها ماس جديدة، قول له امبليس ماس، هلا صار اسمها ماس 2. واخذت لاين عادي، ممكن هي ما تكون لاين عادي، ممكن تكون قوس، يعني بنحسن كمان نقل اي شو ادوات الرسم هاي. اخذناها هيك مثلا او لا، مثلا من هون 6 امتار، طيب 5 امتار مثلا، حتى ممكن تكون اكبر شوي، بصير هيك. فلا مثلا احنا رحنا وقفنا بال 3D وشفنا لها الضلع، شو رح نعمل له؟ ممكن نعمل له اكستروجين فورا، ممكن نروح نوقف بالطوابق اللي بدنا اياها توصل لعندهم، بعدين نعمل وصل، ممكن نعمل كرييت بحيث يصير اكستروجين، بعدين يصير انا حركه لهذا لفوق واعمل كرييت جديد فصار في واحد ثاني، امسك هذا الثاني شيل القفل وكمان اتحكم فيه مثل ما بدي. امسك هذا الخط اللي هون، ممكن وقفت بالفرونت ورفعته لفوق عشان يصير في هذا السهم يطلع عندي، رجعت لهون. فممكن هلا اخذه بهالطريقه، صير زحفه مثلا لهون هيك بعدين ارفعه. اذا حبيت فينا اشتغل بهالشكل، احدد اماكن، واذا حبيت ارسم لاينات، لاين هون لاين هون لاين هون لاين هون هيك وانا لافف، بحيث لما اوصل بين هاللاينات كلياتها فهو يشكل لي هذا الخط اللي عم ينرسم هون. طيب فانا راح اعمل عن طريق اللاينات، حامل كاترول زد حتى يرجع اللاين عادي، تمام هيك. راح اوقف بالليفل 3 مثلا واعمل لاين هون، راح اوقف بالليفل 5 اعمل لاين هون، راح اوقف ليفل 9 اعمل لاين هون. شوفنا هلا اذا وصلنا بين هاللاينات شو راح يصير، شوف اذا الشكل عجبنا هيك ولا بدنا نزيد فيه تفاصيل اكثر. بنلاحظ لانه صار لما وصلنا بين اللاينات صار عندنا بهذا الشكل لافف حواليها. اذا حبينا هيك او ممكن نغير، هلا بنلاحظ انه هذا الخط ماشي من هون، ممكن يصير في له تبعيد اكثر من هيك اللي هو هاد، ممكن نجيبه لهون اكثر هيك مثلا. ممكن نحن عندنا هذا الخط اللي هون اللي عملناه، اذا عملنا له اكس راي بنشوف الخطوط اللي نحن رسمناها اللي هو هاد واحد منهم مثلا. تمام ممكن نجيبه لهون برا بحيث يصير معد دائق فيها الحال. هو اللي عم يصير انه هذا عم يلف هيك، بعدين عم يصير من هاي الجهة، بعدين عم يجي من هون. تمام ممكن امسحها لهون شوي هيك، ممكن امسحها ازيحها اكثر شوي كمان، بحيث يعني انا شكلت المسار اللي بدي اياه يكون موجود. هلا هون بالنهاية رح شيل الاكس راي، يعني امسك اي شغلة بنعمل اكس راي مشان تروح الاكس راي. رح امسك هلا هذا الضلع وقول له كرييت مشان يطلع عندي هاد. هذا رح شيل القفل من علاي، امسك هذا مزح له قدام بهالشكل حتى يستند على السقف، لانه السقف كمان على الطابق التاسع، يعني السقف عامله بالطابق التاسع نظام، بس هاي ممكن اذا حبينا يصير ملاصق تماما للسقف. بعدين ممكن نعمل له هذا كريت تاني، فهو لا طلع لفوق، انا بدي اشيل القفل خليه ينزل لتحت بهالشكل. ممكن امسك نقطة هاي نزلها تحت بحيث يصير في عنا حركة فيه. فهيك على سبيل المثال احنا هلا صار عنا هذا الغلاف المحيط المحيط بهاي الكتلة اللي عملناها. ممكن نرفع هذا شوي لفوق بحيث يصير يرسم عنده شيء معين، او ممكن ينزل لتحت، ممكن يقرب لهون شوي هيك، يعني نحاول نشكل تشكيلات نحن بنرغب فيها. هون مثلا في عنا مثل تصادم او شيء، كنا ندور على الخط اللي عملناه بحيث انا هذا الضلع مثلا اعمل له اكس راي، اخذ هاي النقطة، لاحظ انه هون صاير تصادم تقريبا، فممكن انا اقرب لهي النقطة لورا شوي،
اسمع يصير في هذا التصادم اللي كان موجود، هلا الجسم صار مع الدائق تمام، فنوعا ما صارت الماس جاهزة. ممكن هذا اللاين نرسمه بالعكس، يعني رسمته من اليمين لليسار وتوقفت بالطابق، ممكن نرسمه من اليسار لليمين فتصير تفرق، يعني يصير هذا الخط يمشي مع هذاك وينعكس الخطوط. نقول له فينش ماوس، فهو هون بيقول لي انه هاي الماس اللي عملتها خلص هو خلق يعني عادي اخذ الامر، بس عم يقول لي بهذا الخطأ انه الماس اللي عملتها ما فيها محلات مغلقة لحتى احسن اعمل لك طوابق. يعني اذا انا اجيت اقول له ماس فلورز فما في طوابق يعملها، مثلا قلت له اعمل لي طابق بالليفل 5 مثلا قلت له اوكي، ففعليا ما في طابق، ما في شيء مغلق عند الطابق الخامس حتى يعمل هو فيه طابق مثل هاي. هلا هاي الكتلة كان فيها شيء مغلق بهون فعمل لي هاي الارضيات لانه هون في فراغ مغلق، اما فراغ هيك مفتوح ما بيرضى هو يعمل فيه ارضيات، فانا بقول له فينش ماس بيقول لي انه انت الفراغ اللي عامله مفتوح ما بنحسن نعمل فيه ارضيات على سبيل المثال. فهلا هون مثلا في عنا هذا الخطا اللي صاير هون، ممكن احنا نرد نقول له edit in place ما انتبهت له من شوي، ونرفع مثلا لفوق شوي بهالشكل. فهلا صار كتير منخفض هذا دائق بالباب، ممكن احنا نعمله هيك بس يصير يعني من شكل التشكيل اللي بنلاقيه مناسب. امزح بيه نرفعه اكتر شوي كمان مثلا، ممكن بحيث يصير في مجال يفوت حد من تحت، ممكن يكون هذا المحل بعيد شوي، هذا ممكن نرفعه لفوق بالشكل يصير في مجال واحد يفوت من الباب عادي. ممكن نوقف بالواجهة نشوف قديش هاي المسافة، زي الباب هون شوف الواجهة الثانية نورث مثلا، طيب ويست سو تمام. فإذا شفنا هاي المسافة قديش من هون 4 أمتار، يعني هي صغيرة شوي، ممكن نرجع نرفع بهذا لفوق أكتر، وهاي النقطة نرفع أكتر نمسك الدرع كله هاد يرفع لفوق شوي بالشكل، تقربت هاي النقطة لا زي بعدنا هذا وراه ممكن تمام. فرحنا نتأكد بال 3D نشوف من الوضع شو صار في تصادمات أو لا تمام. طيب قلنا له فينيش ماس، فلا هي الماس صارت عندي بهالشكل هيك. هلا احنا مثلا ممكن نقول له على هاي الماس ممكن نقول له اركتشر ماسنج اون سايت، نختار كورتين سيستم نعملها من الكورتين سيستم، بس ممكن نعملها ايديت تايب ونختار دوبليكيت بحيث نعملها تطريز جديد كمان، يعني تكون هي نمط ثالث. ممكن نغير اكساء البروفايلات او ممكن نغير البروفايل نفسه مثل ما اخذنا، يعني ممكن نعدل عدة تعديلات احنا لقينا مناسبة. فنجي نكبس عليها، نكبس على هاي، اخذنا هون هدول كلياتهم، قلنا له كريت سيستم، لا هو اخذها من النوع الثاني ما من النوع الثالث. نشوف هلا شو ممكن يصير هون تمام. صارت عنا هلا بهذا الشكل تمام، فصارت عنا هلا بهذا الشكل. كمان حبنا نعمل اشكال تانية او شيء كمان فينا نعمله، ممكن نخليه يمشي معه لحدا تماما، يعني محيط فيه ويمشي معه هو عمله. طيب هلا ممكن نمسك هدول نمسك الكورتين سيستم كله او الماس اول شيء. هلا هو ماسك الماس من الاسم هون انه ماس، بس عليها باليمين نقول له هيد ان فيو ايليمنت لانه ما عاد لازم ما بدي الماس اللي نشوفه. ممكن نختار تقسيمه مختلفه للبانيل، اخذناها وعملنا لها ايزوليت ايليمنت، هلا بقت بس هي موجوده. ممكن نحن كحل اخر اذا حبينا نعمل يعني هيك بروزات او شيء بحيث تكون هاي مثل النافذ مثل الكاسرات او هيك مظلة برجولي مثلا، ممكن نقول له edit type ونعمل duplicate بحيث نختار نوع جديد وضل متر بمتر او حسب تقطيعات اللي احنا اياها، انه نستبدل الموليون او الشبكة هاي نحط عليها موليون بحيث هذا الموليون يكون هو الواح الخشب او الواح البرجولي اللي احنا بدنا اياها.
فلما نحط موليون هون في عنا نحن نوع تاني كان اخذ الاسم هاد اسم اثنين، فلذلك عملنا دوبليكيت. نختار هون المسافات، ممكن نخليها انه متر بمتر او اقل اذا حبينا. كمان بدنا نحط له انه يكون في موليون انتيريور تايب. اخترنا انتيريور تايب مثلا اي نوع من هذا النوع مثلا، قلنا له اوكي، نستنى عليه شوي عبين بس ما يحطون. فملاحظ انه حط المليون، بدنا اياه يكون بالجهتين ولا من جهة واحدة؟ فنحن مثلا لا، بدنا اياه يكون بالجهتين، فنعمل edit type كمان، نختار من الجهتين مليون يكون هذا النوع نفسه، قلت له اوكي. تمام، فبلاحظ انه صار في عندي هذا المليون. هلا بمسك وحدة منهم، او اول شيء خلينا نروح اعمل new family، نختار المليون، يعني نعمل مقطع المليون اللي بدنا اياه. profile مليون، هاي بروفايل، هاي بروفايل مليون، نظبط واحدة مثلا ونخليها بالمتر 0.1. اوكي تمام، هذا المسقط، احنا واقفين بالمسقط. هلا جينا عملنا بحيث مسافة من هون لان هون قديش سنت واحد. تمام، ممكن نخلي المسافة اللي بتناسبنا 10 سنت، 15 سنت، لحد هلا صاروا 14 سنت. نعملها هيك مثلا بالنهاية، نمسك هدول اثنين نعمل لهم ميرور مع هاد، يصير هيك شكل المقطع اللي نحن بدنا نستخدمه. فرضا هذا هو المقطع الخشبي اللي نحن نستخدمه. لاحظ المسافة من هون لهون عبارة عن 2 سنت، ممكن نكبرها إذا حبينا. والمسافة من هون لهون عبارة عن 14 سنت. ونقول له load into project بروجكت 1. تمام، هلا نمسك واحد من هدول اللي هو هاد، بنشيل الافلم من علاي. هلا الكل هدول كلياتهم اخذين هذا اخذين هذا المليون، فنحن مشان يعني مشان ما في اذا في عنا بالمشروع مليون اخذين هاي الفاميلي، فلازم نعمل دوبليكيت لكل هدول، نختار لهم فاميلي جديده. فنحن رح نعمل اس او بحيث تحددوا كلياتهم، تحددوا هلا كلياتهم. راح نشيل من عليهم نعمل لهم امبن بحيث يصير فينا نتحكم بالفاميلي تبعتهم. ولون اذا التايب دوبليكيت انه يصير هيك اسمه. اوكي، هلا صاروا هن كلياتهم اخذين فاميلي جديده، بس هدول الموجودات هلا بهاي انا عامل له ايزوليت، يعني عامل ايزوليت ومطالع بس هاي المظله بحيث بس هدول اللي يتحددوا عندي وياخذوا هاي الفاميلي جديده. فهي خطوه اساسيه مشان ما يتغير عندي كل شيء فاميلي من هدول المليون بالمشروع، لما اغير البروفايل فما يتغير كل شيء. فنحن اخذنا بس هاد، حددناه واعطيناهم فاميلي جديده عشان يتغيروا بس هني. فهلا صاروا هني هدول لهم فاميلي جديده اللي هي هذا اسمه. هلا فيني اغير بالبروفايل تبعه، خلي الاسم مثل ما هو، او اذا حبيت اعمل رينيم وغير الاسم كمان ممكن. فهلا بنروح على البروفايل اللي هو هاد، هو هذا البروفايل الموجود. نحن راح ناخذ الفاميلي 3 البروفايل اللي احنا عملناه، وهذا الماتيريال تبعه راح نعمله من هذا النوع اللي حكينا عنه من شوي. عم يقول لي هو انه موجود هلا هون، ما توني اخترناه فهو موجود. اسمه بلش حرف W، اذا رحنا على W هذا هو. تمام، هاي هي الماتيريال اللي توني اخذناها نحن، نقول له اوكي. فلا صارت هيك، صار الماتيريال تبعه والاكساء تبعه هيك، وبنقول له انه اوكي، وننتظر عليه شوي مشان يعمل اطار جديد. تمام، لاحظ الاطار الجديد هلا كيف صار، صار بهالشكل. يعني نحن اذا كنا حابينه هيك، اذا حبينا نغير الاطار كمان يعني حسب البروفايل اللي نحن رسمناه للمقطع. هلا مثلا انا ما بدي يكون في الواح ازاز هون، بدي يكون بدون الواح ازاز، فينا اختار واحد من الالواح الموجوده. فممكن نختار ماتيريال ونحط له اكساء هواء، فهيك بصير هاي الماتيريال. طبعا هن كلياتهم اخذين من نفس السيستم بانل هارد جلاسيد، فانا عملت له اكساء ويكون هواء لهذا جلاسيد. هلا اي شيء اخذ هذا التايب راح يصير ماتيريال تبعه هيك. لهيك انا راح اقول له اكس لا، واخذ الموجودات هون بالاس ا، اختار اس ا بحيث احدده بس الموجودات هون، واقول له اذا التايب اعمل دوبليكيت انه هذا النوع. اوكي، واجي هلا اغير بالجلاسد اعملها هواء بحيث بس هدول اللي يتغيروا، ما يتغير عندي كل شيء كمان. هاي اذا انا حاببهم انه يصير اكس اون هواء، او ما يصيروا يبينوا عندك كاساس.
هلا صار معدي بين هدول كازاز، يعني صار يبين انه ما في شيء، بصير يطلع بس هاد. تمام، هلا اذا شلنا الايزوليت رجعنا عادي، ولاحظ انه عنا هلا هذا المجسم صار. ممكن نحط هون تربي، او نحط قصدي شجر او شيء، ممكن نحط اشخاص، ممكن نعمل هون دراج، نعمل مباني، نعمل اللي بدنا اياه فيه. مثلا لما حددتهم لهدول كبست اس ار على الكيبورد اختصار، واختصار الاس ار هو لهذا الرمز اللي هو select all instance in entire project، يعني في كامل المشروع المخفي والما مخفي. فانا كنت على اساس خافيهم لهدول الباقيات واخذ هدول، كبست اس ار فما عم دخل اذا مخفي او ما مخفي، يعني كاني اخذت هذا الاختيار. اما كان لازم ما اكبس اس ار، كان لازم اقول visible in view. يعني لما راح رجعهم راح اعمل اخفاء لهاي، اعمله باليمين هيد ان فيو element بحيث هاي تنخفى نظامي، راح امسك هاد واكبس ما اس ار، اكبس باليمين قول له select all instance visible in view، بحيث هلا هو يختار بس هدول، هلا ما اختار المخفيات معهم. واخذنا النوع هذا حطيناه من هذا النوع. كمان نفس الشيء بينطبع على الالواح، كمان الالواح ما انا ازاز صارت هواء، انه مكسيه بالهواء. كمان السبب فيها انه لما اخذتهم انا حددتهم كبست اس ار، ما كبست الخيار. يعني هلا اذا عملنا هاي الهيد ورحنا لهون بنلاحظ انه هدول ضلوا على حاله، بس هدول اللي تغيروا. كمان اذا مسكت لوح من الالواح الموجوده هون، هو هذا مثلا، بلاحظ انه من النوع الثاني، فمشان حددهم كلياتهم اعملهم من النوع الاول. ما بكبس اس ار، كمان بكبس عليه باليمين وبقول له select all instance visible in view، وبحددهم بحيث يصيروا من النوع الاول، وصير اكساءهم زجاج عادي، مع انه زجاج شفاف او هواء، فبحيث هلا هدول صاروا زجاج نظامي. هلا بقول له عن هاد انه unhid. هلا هذا صار هذا صار اكساء او نوع وشكل من glazed 2. اما هاد فهو من نوع glazed 1 عادي ما فيه شيء. ورحنا وقفنا بالسايت، اخذنا كاميرا حطيناها من هون مثلا هيك هون. ممكن هلا نعمل له انه رندر، بالرندر نعمل ايديت مشان الرندر سريع ويكون جودته منيحه. نعمل اعدادات البيست هون، نقول له كوبي تو كاستوم، بيكون هو حاطه على ادفانسد، فنحن نعملها على السامبل. هاي بتزيد السرعه بس بتخف الجودي، بس بتزيد السرعه كثير، يعني بيطلع جودي ممتازه بس ما مثل هاي. هون كل ما زودنا كل ما صارت الجودي اكثر، بس نحن ممكن نعملها هيك، يعني ممكن مشروع يترندر بهالاعدادات. انا رندرته بهاي الاعدادات للمشروع، قلت له اوكي. فهلا صارت عندنا هاي الصوره من الرندره. طبعا بنحطه برينتر نحن وقت اللي بدنا نطبع، كل ما حبينا نزود اكثر دقه، يعني حسب الزوم اللي بدنا نعمله للصوره، وبنقله رندر. فنلاحظ كيف انه صار في ملامح زجاج مبينه، والتفصيلات صارت مبينه. طبعا كل ما زادت الدقه بصير تفصيلات مبينه اكثر. يعني هلا انا حاطط الدقه 150، ممكن احط الدقه 300، اكيد راح تصير تفصيلات مبينه اكثر من هيك. يعني هلا صار فيها نوع من المخفي نقط منها او شيء، حسب واحد الدقه اللي يعطيها للصوره. كمان بياثر عدد مرات الرندر، يعني حطيناها ليفل واحد توني بالاعدادات. كمان كل ما زاد عدد الليفلات بتصير الدقه اصغر بالنسبه للزوم. لكن بشكل عام يعني هاي الاعدادات نحن ممكن نرندر فيها المشروع ونطبع عادي. لاحظ كيف صارت الصوره هلا انعم، والتفصيلات مبين فيها بشكل اكبر. كمان لما نحط هون ناس، نحط شجر كذا، بصير بيفرق الموضوع. هلا مثلا اذا حبينا نحط اضاءه، مثلا خلينا نحتفظ بهاي الصوره هلا، نعدل الاضاءه شوي مثل ما بدنا، بحيث يصير بشكل مناسب كالوان وهيك. يعني ممكن نحط تفصيلات تناسبنا نحن، مثلا لايت نشوف هيك اضبط ولا هيك اضبط. مثلا نختار كمان لايت المناسبه، هاي الالوان اكيد ما بدنا نزودها كثير، بحيث تكون شوي على الواقعي، ونعمل ابلاي. هلا مثلا اذا حبينا نحتفظ بهاي الصوره احنا ممكن نقول له اكسبورت. طبعا بنضيف هون ناس، بنضيف شجره، بنضيف مثل ما قلنا هاي الشغلات كلها بنضيفها، بحيث يصير في
موضوع واقعي بالمشروع يعني، ونضيف بيئة حوالى المشروع سريعة يعني، شعر سريع بس يكون كتشكيل بس، عشان ما تبين ما في مشروع بيكون سادة هيك يعني بهالشكل. هاي بقى المواضيع شجر وهي كلها بنعرف، ونحن بدنا نحط هون شجر أو بدنا نحط هون مثلا بنوقف بطابق، ممكن نعمل لهم أوفسيت لفوق أو لتحت مشان يصيروا على هاي الأرضية تماما أو على هذا المستوى تماما، وهكذا. هلا بنقول له مثلا اكسبورت مصدرة على سطح المكتب باسم واحد. هلا إذا حبينا نحط فيها إضاءة يعني نعمل لقطة ليلية، ممكن نحط إضاءة بكل طابق. إضاءة عبارة عن شو؟ ممكن نعملها كومبوننت موديل بليس كومبوننت لود، ونروح على اللايتنج نختار اركتكتشر اكسترنال. انا حط على طب انترنال، نحن نحط انترنال صح. في عنا نوع من انواع الاضاءه اللي هي يمكن اخر وحده، تمام اخر وحده لا حتى ما الاخيره. طيب نشوف اخر وحده تكون هيك مدورة اللي هي هاي ستوديو لايت. هاي حلوة بتضوي بكل الجهات يعني، فنحن رح نختار هذا النوع من الإضاءة ونقول له اوبن، نحطه بكل طابق منهم وحدة. فهي طبعا هلا بتنحط على سقف الطابق الأول يعني. إذا أنا ممكن أوقف بمقطع لحتى أحسن أشوفها مثلا، إذا عملت مقطع من هون بكون عم يطلع على الجهة الثانية، تمام. فانا حطيتها بهذا الجزء لهيك، هلا بحسن اذا رحت وقفت مقطع بلاقيها تكون مبينة عند اللي هي هاي، فهو حطها يعني بالنسبة للسقف يعني فوق خط القطع، لهيك انا ما بحسن اشوفها بالمسقط، بحسن اشوفها بالسيلينج. ايه بحسن اشوفها، تمام. ممكن احنا ننزلها او نرفعها مثل ما بدنا. هلا هي محطوطة بالنسبة للطابق الاول يعني هيك معتبرها، والاوفسيت عنه 0.7. ممكن نعمل كوبي بيست الاين سيت ليفل، نختار باقي الطوابق بحيث يصير فيهم كلياتهم نفسها، وهي من نفس الفاميلي، بمعنى انه هلا نحن اذا غيرنا فيها راح يتغير على كل الفاميلي. هلا نرجع للكاميرا وبنحط اداه اناره ليليه للرندر، طبعا ماسكينها يعني بحس ضلينا ماسكينها مشان اذا غيرنا شيء ما نضطر نحن كل شوي نرجع نحديدها. وهيك حطينا رندر وعملنا اعدادات ليليه انه بس اتريفيكال اكستيريور بس اتريفيكال، قلنا له رندر. فنلاحظ ان الاضاءة جدا خفيفة يعني، نحن بدنا اضاءة اكبر من هيك. ممكن نقول ستوب كلوز، نحن ماسكينها نفوت على الايديت تايب، ممكن نعليها من هون، نعلي هاي القيم شوي، ممكن هاي القيمة نعليها كمان نعملها 240. بالاضافة لهاي القيمة ممكن نحن نقول له سامبل مشان ما نلعب بالخصائص كاملة، نعلي هاي التأثير، لكن هو اكبر تأثير بيكون بالنسبة لهاي الاضاءة هو من هون. ممكن نختار اللوميون ونزود المسافة اللي عم يتأثر فيها الإضاءة، نعملها مثلا 50 سبيل المثال، ونزود القوة هاي نعملها ممكن مثلا كمان 50، احتمال نحط أرقام مرة أحيانا 500 يعني حسب. نحن كل شوي بنعمل تجربة ونشوف إذا هيك تمام ولا لسه بدنا نقويها أكثر. فملاحظ نحن هلا انه الاضاءة صارت عندي هيك، احتمال انا اكون هون موزع اضاءات خارجية، احتمال اكون حاط اضاءة خارجية كبيرة. غالبا بيكون الموضوع ما بيعتمد فقط على الانارة الاصطناعية فقط يعني، ممكن انا اخليها سان اند تريفيكال ولعب باعدادات الشمس وخليها ستيل وخلي الجو مسائي يعني مثلا الساعة 5 مساء او 4 بحيث تكون الشمس مايلة للغروب. وديسابل اعمل رندر مرة ثانية بحيث يعني صار في اضاءة اصطناعية إضاءة طبيعية بنفس الوقت مشان البيئة اللي حوالي الجسم تكون لسه فيها شوي إضاءة. تمام بهالحالة ممكن نكون احنا لسه بدنا نعملها مسائية أكثر، نزود الساعة مثلا، نقوي الإضاءة شوي أكثر من هيك بحيث يصير إضاءة مبينة بشكل مشع.
يعني مثلا نرد ماسكين الإضاءة نحن لحد هلا، نفوت لهون نعملها من نوع نمسكهم كلياتهم للإضاءات الموجودة اللي هن 9، كبست اس ار انا مشان امسكهم كلياتهم، نعملهم من هذا العيار، نقول له ايديت كمان مرة تانية، ينزل لهون فون لهون، نختار انه هيك نحط المسافة هاي 500 مثلا مسافة التأثير، ونزود هاي المسافة نعملها 100 او ما المسافة عفوا قوة، نقول اوكي ونرجع نرندر بنفس الاعدادات انه الشمس، وغير اعداد الشمس وهيك. فهي اعدادات مختلفة نحن بنضل نعمل، يعني نعمل اكثر من تجربة ممكن لحتى نوصل لاعداد مناسب، ومع الوقت بصير الواحد بيبني الخبرة او الارقام السريعة، فورا هو صار يعرف الارقام اللي مناسبة لهاي اللقطة، الارقام مناسبة لهاي اللقطة، هذا من خلال التجربة الكثيرة بيصير بيتكون هيك نظرة عند الواحد انه شو هي الارقام المناسبة للقطات. فبلاحظ انه ممكن يكون هيك يعني شيء جيد كاعدادات انه الاضاءة وهيك، كل ما زاد الدقة بزيد النعومة أكثر. ممكن بعد ما خلصت الصورة الواحد يتحكم بهدول انه كيف هو بده يكون في الخلفية مبينة أكثر ولا الإنارة مبينة أكثر، طبعا لما بيكون في هون أشخاص وما بيكون في بيئة حواليها محيطة بيفرق الموضوع. فممكن نتحكم نحن كمان بشدة الإعدادات اللي بدنا إياها بحيث نلاقيها تصير مناسبة، نجرب هيك نجرب هيك هيك، لا إشعاع أكثر، ممكن نخفضها لهاي ونزودها هاي شوي أحسن، ممكن تصير عليه أكثر بهالشكل. الألوان إذا صارت هيك بصير إشباع الألوان كبير، نحن ممكن لا ما بدنا إشباع كبير، ممكن هالقد كافي. إحساس الشمس ممكن كمان نخففه. فنحن بالطريقة مثلا صار عنا مثل لقطة ليلية، شفنا كيف نحط نعمل لقطات ليلية، تعرفنا على الأدوات المبدئية للماس وشو ممكن يطلع منها. ما ضر نشتغل هذا الشكل، ممكن نشتغل أي أشكال بدنا إياها من خلال الوصل بين مقاطع أو يعني اكستروجنات ورا بعض ممكن. ف يعني نشتغل احنا وظائف مختلفة او اشكال او اعمال مختلفة مميزة ان شاء الله بالنسبة لهذا الدرس.